بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إني درس يتاتو تجاوغ تبيلي اشتحكو ذيغا كنينز أصحاب الفروض واسيتا ديغ اشتحكو ذيغا نبيكم نامبيغي نحال خمسين تانو تمغيزشكو ذيغا جروب يا كانرا grupu ya wabili wanne awa. Darsi ya pili shiko zile grupu ya wake wanne, na au ni opposite ya awa. Baba na mama, wankula na dada, mubli na muke, muno mkuloka mama, mbujoka mama. Chibati darsi ya tatu cha wanjize maala ambigi shiko zile binti na binti li ibni. Isa shitakuwa zile uhtu shakika na uhtu li ab, na hariza usta kwa ikumna sita, sita na ikumna ambigi. Chenangali ukhti shakika na ae ni mundu ni mbujo manashki manae. Mane mubli mbuje. Na harizi ni intatu. Harizi ni sita jisasi chibeno apa. Hariyakanda ni nusu na iyo ni karka aya 176 suratu nisa. Uda mujitu hadigo. Kala ta'ala yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني موت كلالا أنت نوزيغي به. أمبوانا نوم بجي يو هو معنى هتانوسو بجي كاوزيغي به. شبازا خمبيغي فإن كانت اثنتين خمبيني فإن كانت وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. شعون وبيه تراثوثين بيغي أمبو وتاتو واني وتانو إنهنايو ليميت كسابا كركا أينجين مجرو أديغي نحكم دينا خذونا وانا أشكي أديغي يوصيكم الله في يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفي سورة القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا هو أنا زيد عوبيغي أنا زايدي وأنا ثلثين بيغي. تمارزا هو ترى تشاوز وابلنا وكي أو مبجازون مكولا زوتا دangamين إيه. سو باكي وبيكي تكون أختار للذكر مثل حظ الأنثيين إيه في العصبة بالغير. هديني وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نساء نجسيو عصابة زوز كلام نانتاتو إيكو عصابة بالغير نأيون نمور نمبجازي مداهدر كمانو إنا بمبجازو نمكولازو نمونازو أمبو إنا يوانا ومور نمبجازي يهفلو عصابة بالغير ماني أولا شكي أولا أسليا وصو عصابه هاتاق باقي هاتاق فرضي جساسي تدوء لهاري لم نعبيه كفرضي أمبو كتعصيب فرضي مورو كسيزو يفونغو نسو ربو ثموني تعصيب نخبوه بيسا زي سيغو إذا تعصيب لم نعرهتو لم نموي نتعصيب الغيري نكام مدامورو نمبو جزي ويماني وانا بمورو مورو نمبو جزي أمبو مورو نمبو جزي نمكولازي يو فيلا بالغير كحسن يوصل كون حتى فرض ومناشكي ولكن كسبه كون بوجي نكوبدلي كان كوكورا كركا فرضي نكانا كركا تعصيب يسو فيلا عصابة مع الغير سوري عصابة بالغير معنى امرو من جين دينا مسبب شوية حتى عصابة شمازي تكوي عصابة مع الغير سي نكوي ابا نحال يعني نموتون باغي تخوفا نعبي حتى عصابة لكن يه تراغي عصابة يه تكي تلايفون قويتو مداو تقدر كما نومبو جو شقيقة ينا واناشكيو أمبو ويكولو واناشكي واناشكيو دهاتو ويكو إساسي شكو دليلو وكو واناشكي ويكو هوا دهاتي إسي تكو عصابة مع الغير ووقت شقيقة تكو نحتر باقي فموي نكو كو مرو مينجين لكن ومرو كو يه تراغي باقي ولها أواني نويو
للذكر مثل حظ الأنثيين وجي أكو تكيت على فنغوي مناش كتشيوا أكو تكيت على النسوي لكن أخت تحت بيسا سيسيو لكن مهم أكو مناش كي أمو ميكو مناش كي وسيوا أكو ويمبي كركا ذورية كركا فرع إنجينا ني موت كوربوا شوكو ويمبي أخت شقيقة هابت دهاغي أخساني وإذا وإن كان رجل يورث كلالة او موت نقول ده تو هي سلوي كنا وانا ام بو كنا وزيره لكن سو وانا كبيسه دي مهم سو انا ويمبي دي شكو دليل ما زينه كركا نمبر ينه ابا تشي واي نو وناشكي اخت شقيقه تقت الله نص ناي هربو انا بابا نا وانكولا واو تشكو حي مبجو هابا تشينتو ايو ني متفق كما شيخ وات مذهب زوت لكن وانكولو chiwaye uko mbujo hapati chintu kama sota kama dhabu ya Abu Hanifa. Abu Hanifa ra'yi yake mujir na mrahimu sio isa ireptemik apo alamna ilwe isa nae istanagala mbujo kababa istanagalo nae nazo hari hapa ikumi hari ya kanda na hata nusu ni kama ujetu ni kama oyo ukhti shaqiqa na aya ni hiyo ya sijid kurilo 176 ka sura an-nisa mashan rambe thuthi mbigi nao ni aya tu ichiwa uko mbujo ka baba yepeke takitala nusu ichiwa ye uko wawigi ambu zaidi utakta thuthi mbigi muhimu kwa awa atakufanyua block atakureboa huta asaba yena mbuje Chawaina mkulo kababa na mbujo kababa. Watakawanya lithakari mithilu hadhilu unthayeni. Ni asaba na wanashke. Shkatoa wanashke wiku. Kuyo uktili abu takitala. Baki. Chimaiza yiko hari ingine kita sudusi wiyo. Na ii dagiri ya ni kuwao inafanywa kiasi. Inafanywa kiasi na wanashke. Udaehu wako na wanashke mikuhu wako. Wanashke utanusu mikuhu utala sudusi. Na wifa niza kiasi taiku dagiri hii. Na tarafa asaba bilgayri siyo chiba inaba dagiri hii. Asaba maa lgayri muda mbujuhu kwa yena manashke. Chawena wa manashke mbujuhu ta pesa zisego dagiri ya niye. Hadiru ibn Mas'ud. Poke mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kwa mtume hukomere. Karka masara maape kwa manashke pelani. Pela nusu. Na ukhti na binti libni pela sudusi na ukhti pela baqi ya hadithi i ibn Mas'ud ndi poke wa hadithi qada lil binti bin nisfi hadi anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qada lil binti bin nisfi wa li binti libni bis sudusi wa ma baqiya falil ukhti yani hadithi sahiha nchimera زيمور كازيو ناني حديثي عمدة با يا مذهب والنوي ياو وتجمل له حديثي نا حديثي إيه هتومي كيلوة كركا أخت لأب نا كركا أخت الشقيقة هتومي كيلوة نا هتومي كيلوة حديثي إيه كركا أختي بتشا بنت الإبن خبوة سدوسي ودايو دير كمان أنا بنتي Chimariza uyu ukhtu li abu hurebowa chwa mutu na uimbiri wana hurebowa kasabu uyu ni kalala wa mutu kudahatua ni kalala. Na ukhtu li abu hurebowa izi ni hari sita za sikitu kurilo ziko hari nezi ingine. Za ukhtu li abu hurebowa tu. Hurebowa na nani? Hurebowa na baba kama dhabu yote amu hurebowa na wankula kama dhabu ya Abu Hanifa warebo. Muhammad bin Hassan al-Shaybani. Na Abi Yusuf wanataka muafika. Sio hari za ukhti. Ni hiyo hari nyingine ya ukhti ni kwa aina kure bwana mkulo. Au ukhti li aba chwa aina wa mkulo ambu muno. Kama ama na baba. Ukhti li aba takure beka. Akhadiri pata chintu. Na ichiwa mbujo kama ama na baba. Uko. Chaye uko yo jisasi chadiyo kwae utakpata sudusi na mbujo ka mama na baba takita la nusu. Laki chao mbujo ka mama na baba na khtaya asaba maa al-ghayri.
uko manashke uko amumi ku manashke chimaweza kuwa mbujo kama mama na baba chimaweza kuwa ukhti li ab madamu mbujo isa na khtago baqi mbujo kama mama na baba mbujo ka baba khadir khtachi laki chwa mbujo kama mama na baba na khtanusu ukhti li abi hutasudusi ureboa ichiwa wako wawili mbujazo kama mama na baba ichiwa ni wawili ambu zaidi apo awaje tahtathi uthi mbili na jisa asiki dhukuri lo khabari za wanashke ambu mbujazo zaidi ya thuthi mbili hawasurufu lilowi pesa washpua thuthi mbili watakuwa nawe mbujazo wote wachitirikamana thuthi mbili hawamalilowi pesa Isa madamu wa pata mbujazu wa wiga tatuwa thuthi mbili o ukti li aba atali chintu. Itakuwa thuthi mbili zimagiza. Na jisa chiko dhalilo kwa aicha pata mbujo moi ka mama na baba utakpata sudusi. Kasaba sudusi na nusu huwe na kwa thuthi mbili. Na isa shita kenda karka mifano ya antishila. Changale isa yu hali zote. Haliza ukti shakika. Halikana na mudahi utawunusu. Takuona si fanzi mfano kwa pesa zila sigala ya alfune. Ambo ayi zintu zine sawa sawa. Nusu tahtawuni ukti shakik. Kasaba niye peke. Zoja tahta robo. Na ami tahta baki. Isa hali ya pili. Watikamene wawili ukti shakika. Akadir kwa asikina kutumika nambari ine itakuwa adibu. Lakini ichiwa zalila mudu la sigala zintu zine hawanyika yo. Laki daima wenye dahali usula kwa kwa wana kufanya nambari mape madamu ni nagubarisho wa antu tu kizahtiloa ma kufundika vundika nambari. Usula nambari za sahali. Sete kweka nambari kumnaambi gapa. Nambari kumnaambi besta pazoja roboye ni intatu. Thuguthi imbigi ni nane. Takhsao akhli ab. Isa apa ni hali ya asaba bilgairi. Mkulo na muno wabili. Mani mkulu wabiga, mumunu wabiga, mumunu mkulu. Apa tahta baqi. Bada zoja tahta roboe. Baqi ndi wa tahta wawa. Iyi asaba bil ghairi. Jimaze ku asaba. Maal ghairi. Kuma naashki apa. Usabata nambari nane. Soja utalamo. Utalamo. Ibinti utalanusu. Ukti utalan tatu. Na iyi. Ni kichuasishtu mkile nambari maapi mbagi. Kaka mashayikh nidhamu za dahali ahlul fanni hawa khiri ya tumikula nambari nkuu. Ichi wawita khadira tumikia nambari chihaba ukhiri lobi nkuu. Isa tumikia kumna sita apa hayinfi. Lazima tumikia atatu. Kasaba ni wanru wanagubarishuwa ichi wa nambari chihaba itakimfa. Aislu ya tumikia nkuu. Laki baada mtu ya nruwambeo khadiruwa tulua pesa apa kwa nilizuwa. Ok, apa naoni wakta ya huribuwa. Umrebu nani? Ni baba. Siyonga nusu teto manashke. Muke tete thumuni, baba tete baki. Apa na ayo, mrebeo ni mimbiri. Zoj tete robo, mimbiri tete zeo. Isa chindangale uyunani, ukti li ab. Hagia kando utanusu, siyo, dirika menena zoj, zoj utanusu na ukti li ab nusu. Hagia pili chwa wani wabi utathuthi mbiri sawa. Kumunambiri thuthi mbiri yake ni nane, zoj utala robo, baki ni am. Isa dika minayena mbuje ni asaba bilgairi. Zoja tete robo baki nzekawa. Hali ingine maalgairi. Dika minna manashke. Manashke tete nusu. Zoja tete thumuni. Kirka naneyo. Zeo tete ndiye asaba maalgairi. Apa dika minna baba. Na itete kata chintusi. Ok. Apa dika minna mimbigi. Na hon kata chintusi. Oke, barabar. Isa jenra karka hagi zingine. Hagi asaba dirka minna ukti. Shakika. Apa huta sudusi. Kasita ni nusu, mbigi ni sudusi. Zoja italanta tuze. Naoni robo. Chimaiza amu huta baki. Apa ni zoja dirka minu. Zoja huta nusu apa ntakuwana. Akh shakika apa dirka minna akh huta pesa zizeo. Akhli umra sudusi. Huko muna mrebo akhli umra kwa. Rakuwa na rakukazini. Siyo imagizi. Apa ukti shakika tahta.
بس السيغو ني مع الغير إسا أخت وربيل أخت الأب وربوه شما إذا أبا ني حال أخت شقيقة وبيه وجدر كمانا وتراثو وثين بيغي شما إذا زوج اشتر ربوي وساو مو يبقو عم وناش كزي داثو وثين بيها بوي كجملة نأبا نديو درس مغيزو وفقنا الله جميعا للعمل بالعلم والفضل والثواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.